مكتب المستشفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم معاك في الغربة. أهلا بيكم في ليلة جديدة، حلقة جديدة من برنامج معاك في الغربة. خلونا الأول نرحب بضيفتكم الدايمة أستاذة أسماء الصياد. أهلا وسهلا أستاذة. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين جميعا، وأنا سعيدة جدا إن أنا النهاردة قدرنا نيجي ونكون وسطيهم وتحت أمرهم في أي استشارات تحت أمرهم. شكرا أستاذة، أهلا بيك. طبعا زي ما ابتدينا وبنبتدي دايما هنقول الأخبار، عندنا مجموعة من الأخبار النهاردة، بعضها داخلي وبعضها خارجي ولكن كلها تتعلق بالمصريين في الخارج. عندنا الخبر الاولاني وبصراحه خاص بالدكتور مجدي يعقوب وتكريمه في الامارات في ابو ظبي، بس وحصل احتفاء كبير جدا بالتكريم بغض النظر عن اي كلام اتقال تاني، وحقه علينا ان كلنا نعتذر له طبعا. وهنتناول الموضوع بشكل يعني باستفاضه شويه في البرنامج تفاصيل. تمام. عندنا الخبر الثاني بيقول بصراحه على عم الحسنين اللي رجع من العراق اللي كان غايب من 1986، الحمد لله ده عاد بالسلامه. وطبعا وزاره الهجره وشؤون المقيمين بالخارج قد دور كبير جدا لحد ما عم الحسنين رجع تاني، وكلنا تقريبا شفنا صوره واعتقد ان معانا الصوره على الشاشه. الحمد لله على السلامه ويا رب يديله الصحه باذن الله ان شاء الله. الخبر الثالث بيقول ان وزاره الخارجيه المصريه بتنفي الاشاعه الخاصه بوقف التعامل مع السفاره والقنصليه في الصين. تقول ان ده اشاعه وان التعامل من خلال السفاره مستمر زي ما هو وما تاثرش باي حاجه، وطبعا ربنا يستر عليهم ان شاء الله وكلهم يكونوا بخير. الخبر الرابع وهو خاص بالمملكه العربيه السعوديه والتدابير الاحترازيه اللي خدتها ووقفت تاشيرات الحج العمره ووقفت يعني انها تفتح لاي حد جاي بخصوص تاشيره العمره ويخش المملكه في خلال الفتره الحاليه. تمام. وده مش وقف او نهي للامور قد ما هو تدبير احترازي او احتياطي لحد لما يجهز الحجر الصحي الخاص بالمطارين اللي بيستقبلوا المعتمرين. وده تقريبا حسب توضيح البيان، يعني البيان طلع وكان في وقف تماما للعمره في الفتره دي. هنتناول برضو لان في كان حصل لغط كتير جدا على موقع التواصل الاجتماعي، لكن هنقول الوضع ايه ولحد امتى، ويا رب يحفظ كل بلادنا وبلاد الحرمين يا رب. اللهم امين. الخبر الخامس بصراحة وخاص بوزارة القوى العاملة، وزارة القوى العاملة بتتكلم على ان هي رتبت مع دولة الأردن فيما يتعلق بالمصريين العاملين بدولة الأردن، واللي تصاريح عملهم انتهت وما عندهمش جواز سفر ساري او لسه قيد التجديد، وحصل تعاون بين الوزارتين بحيث ان يتم التمكين لتجديد تصاريح العمل بدون الاشتراط لجواز السفر ان هو يكون ساري. تمام. وده طبعا تسهيل عليهم يعني. كويس جدا. في عندنا الخبر الاخير بيقول ان المملكه العربيه السعوديه اطلقت حمله وهي لابعاد المخالفين تحت شعار وطن بلا مخالف. وطبعا عندنا فيديو جزء من يعني في اطار الحمله وبعض الاستفسارات الكتيره جدا اللي جت لحضرتك وجت لكل المهتمين بالشان. بالظبط. هل اللي هيخرج هيرجع تاني ولا هيبصم؟ وهل هو مع مشكلته زي الناس اللي المبعد وهيرجع يخش تاني او لا؟ كل ده هنشوفه وهنعتبره اول فقره من فقرات البرنامج. تمام. بس قبل ما نبتدي فقرات البرنامج بصراحه عندنا خبر وهو خاص بطبيب الغلابه، وهو اللي دكتور يعني صنف من الخمسه اللي هم باعث الامل او محيي الامل بالنسبه على مستوى العالم تقريبا مع الدكتور مجدي يعقوب. نفس الاحتفاليه. بس ده حد تاني اسمه عند حضرتك تقريبا دكتور مجاهد معوض. طيب هناخد الفيديو وهناخد بعد كده فقرات البرنامج نشوف الفيديو. تمام. مركز الشماسي لنتابع هذه الحملة، حملة بلا مخالف. ينضم معي مدير العمليات دكتور محمد الحارثي، نتحدث أكثر عن الخدمات المقدمة في هذا المركز حيث وجدنا العديد من المخالفين يقدم لهم خدمات كبيرة
في وقت قياسي. أهلا بك دكتور محمد. يعني وجدنا هناك خدمات مقدمة ل يعني المخالفين. في البداية يعني نسألك عن أهمية هذه الحملة وأيضا اختلافها عن الحملة السابقة تصحيح الأوضاع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أتقدم بشكر للإخبارية وجميع العاملين بها. في الحقيقة الإعلام هو الجزء الأساسي في هذه المرحلة اللي نحن فيها، مرحلة المهلة، وهي في الحقيقة الحملة الوطنية الشاملة، هي مكرمة ملكية كريمة من ولاة الأمر حفظهم الله، وأيضا هي رسالة حضارية إلى كل مخالف، يستهدف كل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تعطي فرصة لكل المخالفين بأن يعيد ترتيب أوراقه ويصحح وضعه أيضا ويغادر المملكة بدون أي آثار، أقصد سواء كانت غرامات أو سواء كانت رسوم أو حتى أيضا الأثر المترتب على بصمة المرحل، فيستطيع أن يغادر أيضا، ينهي إجراءاته بسهولة في المقر المخصصة للحملة، ويستطيع العودة مرحبا به مرة أخرى بشكل نظامي وقانوني. هناك يعني مراكز أخرى أم فقط هذا المركز؟ طبعا جوازات المناطق، وأنا أتحدث الآن عن جوازات منطقة مكة المكرمة، هيئت في الحقيقة في المرحلة السابقة للمرحلة التي نحن فيها، مرحلة 90 يوم، وهي مهلة المغادرة، والتي بدأت في غرة شهر رجب من هذا العام. طبعا شفنا كلنا الفيديو، شفنا ان الحملة هتنتهي خلال فترة 90 يوم، يعني 3 شهور. خلال الفترة دي اللي هيسافر من مخالف الإقامة مش هيدفع غرامة، مش هيدفع رسوم اللي لو عليه رسوم، وهيعفى من أثار بصمة مرحل، وتقريبا ده سألنا فيه كتير جدا، هل هيتنفذ أو لا؟ هنرجع للأستاذة أسماء الصياد. والله يا فندم، هو اللي اتقال لنا ان فعلا هيعفى من الاثار بتاعت بصمه المرحب، وان هو ممكن يرجع ما فيش مشكله تاني بشكل نظامي، يعني لو جاله عقد عمل تاني بيسافر ما فيش مشكله، ده اللي احنا عرفناه. تمام. ما اعتقدش ان هيبقى في حاجه مخالفه غير المملكه العربيه السعوديه اعلنت عنها. ليك رأي في ان النهارده كل دول العالم بتقفل في الاطار بتاع التسفير او استقبال عماله او كده، وان انت معرضه ان انت تستقبلي اعداد كبيره جدا جايه من المملكه العربيه السعوديه، واحنا عارفين ان طالما احنا اكتر نسبه عماله فهنكون اكبر نسبه للمرحلين. بالظبط طبعا، لكن ما فيش مشكله، هم ممكن يرجعوا تاني بشكل بقى نظامي. يعني ما بتكلمش على رجوع، انا بتكلم على استقبال الحالات في ظل الظروف اللي احنا فيها، اللي المملكه من ضمن الدول اللي بتاخد تدابير احترازيه وبتقول لا مش هدخل حد النهارده لحد ما يكون الوضع آمن. بس اعتقد ان الفيروس ما يعني ما انتشرش في السعوديه، فما فيش مخاوف. وبعدين في بقى يعني تدابير احترازيه عندنا احنا كمان في المطارات. تمام. يعني لو في اي مشاكل بتنقلوا الحجر الصحي اللي عاملينه عندنا في مصر، فما اعتقدش ان في مشكله. طبعا على كل اللي في السعوديه وكل اللي في مصر، يا رب ان شاء الله. يعني بنرد على الاسئله اللي بتجي لنا بس من خلالي او من خلال حضرتك. طيب نخش في الموضوع الاولاني وهو الدكتور مجدي يعقوب. تمام. طبعا الدكتور مجدي يعقوب مش احنا اللي هنقدر نتكلم عليه. اكيد. احنا بس مدينين بالاعتذار لاي حد اساء لهذا الرجل. هذا الرجل اللي اعتقد انه نقل علمه ونقل خبرته ونقل حاجات جميله قوي، واحيا قلوب كتير جدا من الشعب المصري ومواطني الشرق الاوسط، وما كانش يستحق تماما لا اللي حصل في الحفل ولا اللي حصل بعد الحفل. للأسف اللي حصل في الحفل لان كلنا نعلم تماما، انا واحد من الناس رايي الشخصي ان انا بعتب على الشركه المنظمه ان الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلوب في مصر يعني والمعروف على مستوى العالم ينتظر تكريمه لحد اما يخلص مباراه ايا ما كان الفريقين اللي هيلعبوا. حقيقي. بس ومن أحياها بعد كده ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دكتور مجدي يعقوب معروف جدا على مستوى العالم ان هو انقذ حياة ناس كتير جدا، ناس كتير جدا كانت بتيجي من بره مصر عشان تعمل عملية تحت ايده، وهو سافر بره ونجح بره وانقذ حياة ناس كتير، فمش معقول احنا في الاخر ده اللي يحصل. احنا اسفين جدا. برضو احنا حاجة جميلة جدا دكتور اللي لقب بطبيب الغلابة او محيي امال الغلابة، الدكتور مجاهد معوض. ده منين؟ من بني سويف. ده يعني انت كنا بنتكلم قبل الهوا وقلت لي ان هو بياخد تقريبا 10 جنيه و30 جنيه وحاجات بالزبط. رمزيه جدا. بالظبط. ده من اللي يقدر يدفع، ربنا يبارك في عمره. فعلا. بس والراجل ده تقريبا عالج ملايين برضو من المصريين. بالظبط، مئات من المصريين وعالج، وكان كمان بيوزع حاجات على الناس، ادويه وخبز وحاجات وهدايا، يعني
ربنا يبارك له يعني، غير ان هو انقذ حياه ناس كتير فعلا وعالج ناس كتير من غير فلوس. المثالين هم مثالين لاتنين مصريين في الاول وفي الاخر من الناس الشرفاء اللي امنوا برسالتهم وعارفين معنى الرساله كويس جدا. تمام صح. وعارفين ان هم من حامل الرسالات اكتر من اي حاجه تانية، وبعيدا عن اي مبدا او اي دين او اي اخلاق يعني. طبعا اكيد. بس وهم الاثنين لهم كل الشكر والاحترام، واحنا بنسلط الضوء على ده عشان ولادنا الصغارين في الداخل والخارج يتعلموا يكونوا كده، يعني يبقى عندهم نوع من الاحترام ان هو يؤمن برساله، يحاول يؤدي الرساله اللي عليه، يبقى عارف ان هو بيساعد بيها مش بس اللي حواليه، لا ده بيساعد بيها ناس كتير جدا. لا هو هيسال مين اللي جاي يتعالج عندي، ولا هو هيسال دينه ايه، ولا هو هيسال لونه ايه. بالظبط. بس هو ده يعني هو ده جمال الشعب المصري. الحمد لله. خلينا نتكلم في الموضوع الرئيسي تقريبا بتاع الحلقه، وهو الخاص ب بعطش شحات المتهم في لبنان، متهم بالقتل في لبنان. تمام. طبعا عطش شحات احنا مؤمنين ببراءته اكيد، وده احنا لمسناه في من خلال التحقيقات اللي قريناها وقرار الهيئه الاتهاميه، فان شاء الله طبعا اكيد براءه ان شاء الله، واحنا ربنا يقدرك سياده المستشار ويقدرنا ان شاء الله نقدر نثبت ده قدام المحكمه. هنرجع تاني للعطيه، بس انا معاه بصراحه حد يعني عزيز علينا كلنا، حد مهتم بالشأن الخدمي للمصريين المقيمين بالكويت. محتاجين كلنا بعد الأخبار الأخيرة إن احنا نطمن على الكويت وعلى شعبها وعلى أخواتنا المصريين الموجودين أكيد فيها. أكيد بالذات الأخبار الأخيرة دي احنا قلقانين جدا عليها. دكتورة صفاء عودة، أهلا وسهلا دكتور. خط فصل ولا إيه؟ ألو. ألو السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا دكتور؟ والله تمام الحمد لله رب العالمين. يا رب دايما. احنا طبعا بنسكل على حضرتك، وانا عارف ان انت مش في الكويت، انت في السعوديه بتعمل عمر، بس عايزين نطمن على الحاصل في الكويت وعلى اللي حاصل كمان مع معاليكي في 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 المملكه العربيه السعوديه، وشفنا حفاوه الاستقبال بعينينا يعني. اولا خلوني اشكر كل المصريين الموجودين في الخارج والداخل، واول حاجه تعازيها لشعب مصر بفقيد الامه العربيه فخامه الرئيس الراحل حسني مبارك. طبعا. واسمحوا لي طبعا اتحدث عن مجهود شباب اداره جروبات على مستوى العالم، مهندس محمد بهلاتي والمهندس عمرو الفرماوي وفي امريكا وكل الدول العربيه، استاذ عصام السنوني في عمان وفي البحرين والسعوديه الماضي السامح، مجموعه كبيره جدا، علشان ازاي الموضوع اللي حصل فجاه اللي هو مرض كورونا اللي اصاب 80,000 شخص على مستوى العالم وتم شفاء 32,000 واحد منهم، اكثرهم من الدول العربيه ايران، والحمد لله ربنا يعفي مصرنا ان كان في اصابه واحده سجلت لوافد، وامريكا نفس الموضوع اصابه واحده. اسمحوا لي ان في هناك ضعف في اجراءات الوقايه في العالم كله، لان طبعا المرض كان مفاجئ للجميع، ولذلك نتمنى ان يكون في جهه او وزاره لاداره الازمات والمخاطر المفاجئه دي. اتمنى ان الوزاره دي تسعى اليها كل الوزارات لاتخاذ قرار سريع ومفاجئ لاداره الازمه. طبعا الجميع هيكون مساند بما اتيح له من امكانيات، وفي الحال يعني ليست مثلا وزاره الصحه هي المنوطه بالمشكله وحدها، قد يكون هناك من يعطي رسائل اطمئنان او رسائل وقايه، وربنا يحفظ مصرنا. بالنسبه للكويت اعطت اجراءات، بعض الاجراءات زي اجازه او عطله للمدارس لمده اسبوعين، كان هناك طبعا البصمه، نظام البصمه في الوزارات منعت البصمه. بالنسبه للسعوديه طبعا منعت زيارة العمرة والزيارات السياحية لمدة معينة، إن شاء الله الألفة دي تتحل على خير. وطبعا أنا في السعودية وبشكر كل الناس اللي قابلوني المقابلة الجميلة دي من المصريين في الخارج بعد حل مشكلة كانت كبيرة عندهم، وكان ربنا جعلنا السبب إن احنا نوصل صوتهم للمسؤولين، وبشكر المسؤولين اللي تجاوبوا معانا، وبتمنى دايما المسؤولين والشعب وصل مع نواب مصر يكونوا يعني كوكتيل كده زي ما بنقول،
تبقى طاقة واحدة كلنا من أجل مصرنا ومن أجل سير العملية السيادية التي يتمناها فخامة الرئيس السيسي، وله مني كل التحية والتقدير. نستغل إن معاليك معانا دكتور، وعايز أسألك الوضع في السعودية الحمد لله رب العالمين، بس أنت أتأكدي ده عشان في طبعا إشاعات كتير حضرتك عارفة، وفي متربصين كتير. هو الوضع يعني مستقر جدا، وممكن حضرتك انا بعت لك ان احنا في باص بالظبط يعني بعض الباصات اللي كان فيها المعتمرين ورايحين الى المدينه، كنا في مسجد قباء ومفيش الحمد لله اي حالات او اي اصابات، وبعض طبعا مترابطين بالوطن العربي جميعا. يعني انا شفت جالي في الكويت كان في مشكله، كان في بنت انتحرت في احدى المدارس الثانوي واستغلها البعض، وانا بقول ان لازم يبقى في اداره للازمه علشان خاطر نلحق ونقول لهم ان الموضوع ده مش هو ده. طبعا البنات لما جالهم هلع ان زميلتهم وقعت تخيلوا ان الموضوع موضوع مرضي وكده، وحضرتك ده دخلت على طول، وانا شفت ده بصراحه على المواقع كلها. احنا بنشكر حضرتك ومش عايزين نعطلك عن المناسك ودعواتك، وربنا يتقبل منك وتوعدينا بزياره باذن الله اول ما تنزلي مصر. ان شاء الله. بشكرك جدا وبشكر كل المصريين في كل مكان. تحياتي. الف شكر. شكرا شكرا. اتفضل يا فندم. طبعا غطينا بالدكتوره صفاء جزئيتين بصراحه، السعوديه والكويت، كم الاشاعات اللي مالي الدنيا. تمام. بس السعوديه الحمد لله الوضع كويس جدا، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الكويت هي طبعا عن قرب لانها دكتوره طبعا ليها مجال كبير في العمل الخدمي في مع المصريين في الكويت ان شاء الله خير. بس فربنا رب يطمنا على كل المصريين اللي في الداخل والخارج، وكل يا رب مواطنين العالم، مش هنقول الوطن العربي بس. تمام. حضرتك عندك خبر خاص بالصين؟ طيب اخد عمرو مصطفى من هنا. ماشي. استاذ عمرو اهلا وسهلا. الو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة المستشار عمرو. ايوه يا فندم معاك على الهوا، اتفضل. ايوه فندم سعادة الكلام. الحمد لله. الو. معاك يا فندم، اسمعني من التليفون. ايوه فندم سعادة الكلام. الحمد لله. ايوه فندم سعادة الكلام. الحمد لله يا فندم، الحمد لله يا استاذ عمرو، اهلا بيك. معاك عمرو بتاع هنا اخو رمضان. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ عمرو. حياتك عامل ايه؟ اخو رمضان بتاع ليبيا. بتاع ليبيا. اهلا وسهلا يا استاذ عمرو، اهلا بيك. والله يعني فضل البرنامج ده حل مشاكل كتيره يعني. ربنا يبارك لك يا استاذ عمرو، تحت امرك، اتفضل. اتفضل يا استاذ عمرو، احنا معاك. يرجع الفضل طبعا بعد ربنا حل مشاكل المصريين، بعد ربنا في الاول يعني في الساعه يعني في الاول يعني بعد ربنا اللي يطيل عليها مجهود جبار يعني. ربنا يخليك يا استاذ عمرو. ربنا يخليك يا استاذ عمرو، ده واجبنا بيك. واحنا طبعا معاك، واستاذه اسماء يعني مشهود لها بده كتير. شكرا استاذ عمرو، اتفضل. نرجع لموضوع مشكلته خط قطع. مشكلته ايه؟ لا ده هو تقريبا اخوه، انت بتقولي عارفه اخوه؟ احنا كنا عاملين اوراق لاخوه في ليبيا عشان كان عنده مشكله في جواز السفر. كان خلص مش عارفه الاحسن يكون في حاجه لا جديده. لا 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 خير ان شاء بشكر الله. بشكر حضرتك بس. تمام. موضوع عطيه، موضوع عطيه احنا بنتكلم فيه لان اعتقد ان القضايا اللي احنا بنتولاها من خلال المكتب والتعاون معاكي طبعا وكده بيكون علينا واجب ان احنا نعرف الناس الوضع ماشي ازاي. تمام. لان مش هيتعرف غير من خلال الملف. بالظبط. ملف بالظبط الحمد لله. امانتنا ان احنا نقول للناس احنا مطمنين، اتقرا الملف مره واثنين وثلاثه، وضع عطيه كويس جدا. الادله اللي موجهه لي النهارده الدكتوره ليلى عضو مجلس الشعب متابعه الموضوع بصراحه، واستاذ خالد مدير مكتبها، ومفيش حد مقصر. القنصليه هناك قابلت عم عرفه وتواصلوا معاه تاني وحاولوا يحلوا المشكله بتاعت المحامي هارلي، وان شاء الله باذن الله الوقت يعني خلاص احنا في المرحله اللي فيها بندرس الملف ومنتظرين جلسه المحاكمه باذن واحد ان شاء الله عشان نقدر نطمن الناس كلها. بالظبط احنا فعلا متواصلين، واللي حصل ان هم فعلا القرار الاحاله صدر، ولكن لسه ما تمش تحديد موعد للجلسه، وان شاء الله في اقرب وقت هيكون هنوصل عندنا ان شاء الله تاريخ الجلسه، وساعتها ان شاء الله ناخد القرار بالصفر. في الاول كنا خايفين لما قرينا الملف صح؟
في البدايه طبعا كان في قلق، يعني الاسباب اللي اتحطت واحنا مش معانا التحقيقات واقوال عرفه وعطيه واقوال الشهود واقوال الجيران والتوسعات في التحقيقات كلها، كل ده ما كانش قدامنا. فلما جه دلوقتي قدامنا الحمد لله انا بدات شخصيا اطمئن على الموقف بتاع عطيه، وان شاء الله براءه ان شاء الله. كل محبين عطيه واللي بيتابعوا الموضوع وبيسالونا على الخاص وعلى المواقع وعلى الصفحات بتاعتنا، ان شاء الله باذن الله قريب تحدد له جلسه، وباذن الله ان شاء الله يعني لحظه بلحظه احنا متابعين، لحظه بلحظه ملف في جديد، لحظه بلحظه احنا مش مقصرين خالص، واعتقد الناس اللي متابعه معانا مش مقصره، وان شاء الله باذن الله نطمنكم عليه قريب جدا يا رب ان شاء الله باذن موضوع الله. موضوع علي ابو القاسم. مهندس علي. مهندس علي ابو القاسم. مهندس علي ابو القاسم احنا عشنا يعني انا سميته بصراحه فبراير الحصاد. انا ما شفتش حصاد خالص في فبراير. الحمد لله الحصاد عشان اتحدد ميعاد للجلسه هنا في مصر اللي كنا مش قادرين نحلها للمحكمه لغايه فتره قريبه، والحمد لله تم احالتها وتحدد جلسه في ميعاد اعاده المحاكمه في السعوديه. ففعلا فبراير الحصاد بالنسبه للمهندس علي، ويا رب ان شاء الله دايما كده حصاد. حضرتك الجديد طبعا ان ما فيش اوراق وصلت للمحكمه. بالظبط. الاوراق تم ارسالها موجوده في النيابه العامه السعوديه. مش عارفين ايه اللي حاصل هناك، مش عارفين ازاي الاوراق ما وصلتش للمحكمه برغم ان تم تحديد جلسه واتاجلت وانعقدت جلسه تاني ولسه الاوراق الرسميه ما وصلتش للمحكمه. بالظبط. مش عارفه ده دور ايه، احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ده دور، هل وزاره الخارجيه المصريه ليها دور في ده؟ ما هو مش وزاره الخارجيه بس اعتقد ان ليها دور في المتابعه. حصل تدخل على من اعلى المستويات في جمهوريه مصر العربيه بصراحه. الحمد لله. لدرجه ان معالي النائب العام مشكورا طبعا يعني شخصيا هو اللي توجه بالملف. صح؟ حقيقي. بس لكن هو الفكره النهارده ان احنا واقفين في مرحله وسطيه ما بين المحكمه والنيابه العامه. ما احنا السعودية. انا بس ما انا عشان كده بسال حضرتك المشكله واقفه في ايه؟ يعني ليه النيابه العامه السعوديه؟ النهارده يتبعت تفسير للطلبات من النيابه العامه السعوديه. بس وان شاء الله باذن الله نامل في تدخل من معالي النائب العام المصري وزاره الخارجيه كمان السفاره هناك. ما احنا في القانوني هنطالب القانوني، واحنا بصراحه كلنا في حمايه الراجل ده، بس يعني كلنا في حمايه النائب العام المصري. بس فان شاء الله باذن الله يعني يا رب ان شاء الله مصر انه تدخل قبل كده وهتدخل تاني وهيحل الاشكاليه دي في ان الورق يوصل، وباذن الله نبارك للبشمهندس علي قريب جدا باذن الله ان شاء الله. وبمناسبه المصريين اللي في السجون الخارج، عندنا برضو مشكله جات لنا بخصوص مصري مسجون في سجن في طيب. الصين. معلش عشان معايا استاذ عبد القادر من الاردن هاخده على طول وارجع لحضرتك. استاذ عبد القادر اهلا وسهلا. عبد الجابر مساء الخير استاذ. استاذ عبد الجابر ازي صحتك عامل ايه؟ بخير يا فندم، اخبار حضرتك؟ والله في نعمه الحمد لله رب امين يا رب دايما يا رب. طمنا عليكم. والله انا تمام الحمد لله، احنا بخير مستنيين نسمع منك الاخبار الكويسه يا رب ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله قريب باذن واحد ان شاء الله باذن الله. طب وصلت لفين استاذ احمد، او ايه الاخبار او ايه الاجراءات اللي وصلت لها او اللي هو موضوع ايه يا استاذ عبد الجابر؟ موضوع حاتم. موضوع حاتم فاكر حضرتك اللي هو لقيناه في سجن فرع فلسطين. هتكلم في موضوع حاتم وعندنا فقره كامله في موضوع شباب سوريا فاهمني، بس هو كان المفروض ان هو يفهمني على اساس ان انا اقول لك ان احنا لينا فقره كامله هنتكلم فيها، هنتكلم في القعده بتاعت امبارح لان احنا اجتمعنا باهاليهم يعني تقريبا اللي قدر يجي ما قدرناش نسكل على كله. وشكرا وتابع معايا وهقول لك الوقت كل اللي حصل ايه بالمراحل اللي احنا وصلنا لها لحد دلوقتي وايه اللي المفروض هيحصل، لان في نقطه مهمه لازم ناكد عليها في الموضوع ده. تمام. احنا تقريبا خلصنا في موضوع علي، خلينا ناخد موضوع سوريا لانه مهم جدا بصراحه. موضوع سوريا احنا اجتمعنا امبارح مع اهالي، عدد كبير جدا منهم كانوا مفوضين ان هم يقعدوا معانا. تمام. خوفنا بصراحه لان حصل بعض اللغط على مواقع التواصل والناس تخيلت ان مش الدوله اللي هتحل الموضوع. لا احد يملك حل هذا الموضوع الا الدوله المصريه، الدولة هنا او هناك. بالظبط. هنا مفيش لسه تحرك لان مفيش تحرك لسه هناك على ارض الواقع. لما بقول لحضرتك فلان دخل دوله كذا يبقى دخل من خلال السبل الشرعيه للدوله. تمام. لكن لما النهارده بخش تهريب فانا بعرض نفسي لمساءله قانونيه وبكون مش موجود على شهادات الدخول. بالظبط. بس واحنا كلنا عارفين الوضع كان في سوريا عامل ازاي. بالظبط. فالشباب دول احنا طلعنا قلنا ان كان في 9 الاول 8
وبعد كده واحد وبعد كده خمسة وبعد كده الخمسة الأخرانيين هينزل معنا صورة الكشف بتاعهم لأن احنا ما طلعناش الأسبوع اللي فات فمحدش شافهم. هو المجموع كله 19؟ لا المجموع كله اللي احنا لقيناه 14. التوتال اللي معانا كلهم اللي أهاليهم عملوا لنا التوكيل 19 شخص بالظبط، لكن أنا بتكلم على الدفعة الأولى والدفعة 14 بالظبط. بس 14 ال 14 موجودين في السجن فرع فلسطين. تمام. وهو السجن الوحيد المختص بالمخالفات الخاصة بالدخول بغير الطرق الشرعية اللي هو بيسمى ما بين قوسين خلسة. بالظبط. بس ده بيحاسب عليه طبعا لأن الدولة في حالة حرب. بالظبط. بصراحة عايز أتكلم هنا في نقطة مهمة جدا. مش بس في موضوع شباب سوري. فكل المواضيع احنا بيبقى دورنا ان احنا ناخد المرحلة الاولى في ان احنا نفهم الموضوع ايه ونبتدي نخاطب. بالظبط. الخمسة هينزلوا على الشاشة الوقت ونبص عليهم عشان طبعا دول ما نزلوش. بس طبعا الوضع هناك احنا في محامي موكل. المحامي الموكل اتحرك قدم هناك. طلب بالظبط للداخلية هناك للعلم يعني عشان ياخد افادة بالظبط بايه القضايا الموجهه ليهم ولان هم فيهم تواريخ متقاربه كلهم ضحايا هجره غير شرعيه واتجار في اولادنا وفي اخواتنا الصغارين. بالظبط. منير ابو صالح الشحات، رمضان علي عامر، رمضان علي محمد عامر، حاتم فكيه عبد الجابر، الحسين محمد فتح الله، وهات لي بقى الاسم الاخراني، خالد محمد بركات. خالد بركات. الوضع هناك بيمشي ان احنا بنقدم طلب للداخليه، الداخليه بتحول الطلب لرئيس مجلس الوزراء وبيبتدي ينظر في طلب العفو عن هؤلاء. بالظبط. قلنا ان في عدد من الشباب هناك، قلنا ان احنا كشفنا الاول في الصليب الاحمر ان مفيش حالات وفيات منهم مسجله. ده حقيقي. الدولة قامت بدورها وساعدت والدولة وجهتنا في ان احنا نعمل طلبات فين وازاي وامتى، صح؟ بالظبط. بس النهارده ابتدى يتدخل ناس تانية في الموضوع وحاولوا ان هم بطريقة او باخرى يتواصلوا مع اهاليهم واديني كذا وانا هاجي. لا دي الناس التانية دي بقى الناس مهم جدا الله اعلم بيهم برضو ده. يعني دول مش احنا عندنا فقرة كاملة دي ناس بتتدخل بتعمل اتصالات واحنا ما نعرفش هم مين. ما انا ما اعرفش هم مين بس دوري ان انا احذر. لا ده حقيقي ده ده لازم ده لازم ليه؟ اكيد لان الناس دي احنا ما نعرفش ايه جنسيتهم وهم بيكلمونا منين وممكن يعملوا ايه. لا طبعا لا احنا بنتكلم وبنتعامل بشكل إن رسمي أنا لازم في سوريا. اكد تاني ان المواضيع دي بتخلص من خلال مؤسسات الدوله. بالظبط. لا احمد ولا غير احمد ولا اي حد في الدنيا بيقدر يخلص حاجه. احنا دورنا احنا عرفنا هم موجودين احنا فين. وسائل مساعده بالظبط. بالظبط. لكن انواع الدعم بالظبط بنقول فيه ايه وفين. لكن احنا مش هنقدر نجيبهم ولا في حد هيقدر يجيبهم، لازم تدخل مؤسسات الدوله بتاعتنا، مخاطبات رسميه. بقول ده بقى ليه؟ لان ده ما اصبحش النهارده شباب سوريا بس. ده اصبح ان حضراتكم وانتم بتشيروا مواضيعكم بقينا فريسه. يعني الدولة بتاخد بالها من ايه اللي بيحصل وبتحلله وبتتعاطى معاه. بالظبط. المهتمين بالشأن بيشوفوا المواضيع وبيعيدوا تشهير وبيعيدوا تحليل وبيعيدوا اسئلة فيه. بالظبط. بيتواصلوا بيحاولوا يقدموا الدعم. في حد تاني غايب عننا تمام. في حد تاني بيتواصل بس لشأن اخر. ما نعرفوش. في حد تاني بيتواصل عشان ينصب على حضرتك ويخيل لك ان هو هيحل الموضوع بعيدا عن ده. اطلاقا. محدش هيقدر يحل موضوع حضرتك الا مؤسسة البلد بتاعتك. حضرتك هتروح في الاتجاه ده فانت رايح لاتجاه خاطئ 100%. ده دورنا وحقك علينا ان احنا نقول لك ده. احنا وصلنا بعض الرسائل مبعوثة للناس، احنا هنعمل وهنسوي وللاسف الشديد لا يملك بس نعمل حاجة. يا فندم يعني احنا هنعمل وهنسوي بس حول لنا. ماشي. بيقول لهم حول لنا 2000 دولار 5000 دولار. ده مش عارف انت بتحول لمين. ده مش موضوع سوريا بس. ده احنا عندنا حاجات بالصوت والصوره لبعض الاشخاص اللي وقعوا ضحايا لنصاب في المملكه العربيه السعوديه. مصري الجنسيه بينصب على اخواته يعني. بينصب على المقيمين معاه. انه بيخش على صفحه حضرتك ويشوفك بتشاري ايه فيتواصل مع اللي انت شارتي له بعد ما يعرف معلومات برضه من صفحتك ويحل لك المشكله. بالظبط. وياخد من منشور حضرتك اللي بيه يقول له انا على علم بواحد 2 3 4 حول لي كذا عشان اعمل. لا وده ما بيحصلش. بالظبط. فناخد بالنا دي سلبيه من سلبيات مواقع التواصل.
فناخد بالنا، عشان حضرتك بتبقى ماشي راسم لنفسك اتجاه، انت ممكن يكون موضوعك في تواصل على يعني في 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 انتشار على موقع التواصل، ده سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين لو حضرتك استغلته غلط. لازم تستغله صح جدا، ان انت تتعامل مع مؤسسة البلد عندك في انها تحل الموضوع ده، غير كده مش هيتحل. غير كده في ناس بتخش تاخد من منشورات حضراتكم، واحنا عندنا في الحلقة الجاية هنطلع ده بالصوت، تبعت لكم رسائل تقول لك حول لي كذا وانا هعمل، والله ما هيعرف يعمل، كان عمل لنفسه على فكرة. اللي بيبعت لحضرتك ده هنروح بعيد ليه؟ هربان بره. هنروح بعيد ليه يا فندم؟ مش في ناس فعلا من الناس اللي جات لنا قالت احنا اتنصب علينا، واللي قال انا بعت الارض بتاعتي، واللي قال انا حولت لحد 10,000 دولار، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. جاب لهم حاجه؟ لا طبعا. ما حدش ولا هيجي، ما حدش هيجيب حاجه. ومين في الاخر اللي هيحل؟ ولا حد هيجيب معلومه صح. هو يا فندم انا بتعامل في الاخر مع واحد صاحبي هبعت له فهيحول لي بريد او هيبعت لي جواب. بالظبط. ده دوله لازم هتستلم من دوله. مؤسسات الدولة بتاعتك هي اللي هتجيب لك ولادك، مش ما تروحش لحد ما تعرفوش، ما تحولش فلوس لحد انت مش عارف هو مين وجنسيته ايه وبيعمل ايه، ده كلام مش منطقي خالص. طيب احنا اتكلمنا في موضوع شباب سوريا، واكيد هيحصل تواصل. انا في حد معاه التليفون؟ استاذ ياسر، استاذ عبد الجابر. ايوه استاذ احمد، مساء الخير. معاك استاذ عبد الجابر، عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. فهمت. الحمد لله. كنت بسمع حضرتك ومبسوط من التوعية والنصيحة اللي انت قدمتها للأهل دي. والله يا أستاذ عبد الجابر الموضوع موضوع أمانتنا، احنا لازم نقول للناس. أكيد طبعا، ومزدكتك يا فندم، واحنا معاك ومع جهاز الدولة، لأن احنا بقالنا 13 سنة أصلا بناخد الكلام دوت من أشخاص كتير. يعني أنا جالي مكالمات من تركيا وجالي مكالمات من سوريا، ابعت 5,000 دولار، ابعت 7,000 دولار. ده اللي احنا بنقوله. فضلك كلمت. بالظبط. وتواصل معايا اكتر من شخص ومنهم اشخاص مصريين، قلت لهم انا كاخوه مستعد ادفع كل ما املك، بس مقابل ان انا حاجه واحده اسمع صوته او اشوفه واتاكد ان هو فين. انما ما انت عارف بقى، عارف عبد الجابر اللي يعني اللي بيتلعب معانا النهارده هو ده، ان هم بيقولوا لنا شواهد من منشور حضرتك اللي بتحط على الفيس، معلومات بتجيبها من على الفيس. تمام يا فندم، هم دول شغلتهم كده يا فندم، هم جماعه النصب دول وجماعه الاغتيال دول، ما هم شغلتهم دي ان هم يقعدوا يعملوا تتبع للحاجات دي ويستغلوا الاهالي. بس في ناس، مع احترامي للجميع، في ناس على فطرتها وعلى طبيعتها وبتكون متعلقه في طاقه امل او في اي حاجه ان هي توصلها لاي معلومه، فبيكونوا ضحيه لحاجه زي دي. بس طبعا اللي عنده ايمان بربنا وايمانه قوي هيكون واثق ان هو مش هيمشي في طريق زي ده، لان دي مؤسسه الدوله هي اللي هتشتغل على حاجه زي دي بالتعاون معاكم طبعا باذن الله. لا ده احنا اللي بنتعاون، ده احنا اللي يعني طبعا. احنا اللي بنحاول نتعاون، لكن هم قايمين بدورهم والله اكتر ما احنا متخيلين بكتير. احنا طاقه الامل والخير اللي خدناها بعد 13 سنه خدناها منكم انتم، مش مش حاجه من اجهزه الدوله بصراحه. لا ان شاء الله باذن الله. انت عارف احنا في مرحله، احنا في مرحلة توجيه. بس والله انا يعني انا في مرحلة توجيه، بيتقال لي اعمل 1 2 3 4 عشان احنا شغالين موضوع قانوني، بمناسبة مش موضوع ان احنا مثلا بنسأل او بنضرب ودع او بننجم. لا ماشيين في اجراء قانوني باذن الله. ان شاء الله مجرب ما الملف هيكون جاهز للتدخل. بالزبط. هم احرص علينا والله، لكن يعني انا احرص عليكم مننا. انا عايز اقول حاجه حضرتك الاستاذ عبد الجابر، انا كنت من كام يوم كده وكان معايا حد من اهالي الولاد اللي في سوريا، وقابلنا مسؤول في وزاره الخارجيه، وكنا مقدمين طلب بنقول فيه ان احنا نما الى علمنا ان في حد منهم. نكمل وان شاء الله باذن الله نغطي الاحداث. احنا مجرد قدمنا طلب وقلنا ان نما الى علمنا ان في حد من الشباب اسمه كذا، حد شافه في لبنان وفقد الذاكره. ده حد بجد اللي معانا، ده حد من اللي معانا، بس لا. مش اللي مش من اللي وجدناهم، مش حد من اللي عاملين لنا توكيل. طب اخد استاذه نوره. اتفضل استاذه نوره. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ والله تمام يا فندم، الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك يا استاذ اسماء؟ اهلا وسهلا، ازيك يا استاذه نوره؟ اهلا بيكي. انا نوره اللي كنت من الفيوم. اهلا وسهلا. اهلا. انا عايزه اتصل دلوقتي عشان اشكر حضرتك. انا بقالي 3 سنين شربت اللي ما حدش شربه، وربنا رزقني بيكي وكرمني بيكي والحمد لله. انت عارفه الموضوع اتحل. انا بتصل دلوقتي عشان فخوره بيكي. ربنا يخليكي يا مدام نوره، والله العظيم انت احسن واحده في الدنيا. ربنا يخليكي يا مدام نوره، ربنا يخليكي والله العظيم حبيبتي. ربنا يخليكي والف مبروك يا رب، وربنا يا رب يرد لك حقك دايما كده وارفع راسك. انا بقالي
ألف ألف مبروك. وهي أسماء أسماء معودان على كده بس، وإن شاء الله بإذن الله يا رب ينصرك وينصر الحق دايما يا رب العالمين. شكرا. أنا البنت مدام نورة باختصار عندها بنت وكان ليها أحكام وما كانتش عارفة تنفذها، وزوجها خارج البلاد الحمد لله تم تنفيذها الحمد لله رب العالمين الحمد لله. طيب هنتكلم في موضوع سوريا. موضوع سوريا انا بس يعني حبيت اقول الاستاذ عبد الجابر بيقول ان مؤسسات الدوله مش لا احنا بمجرد ما قدمنا الطلب ما فيش يومين ثلاثه وتواصلوا معانا. هم طبعا وزاره الخارجيه هنا بعتت لوزاره للسفاره في لبنان بتستعلم عن ان هو يعني فعلا دخل لبنان، حد شافه يسالوا الامن العام فعلا، والسفاره المصريه في لبنان خطبت الامن العام اللبناني، والامن العام اللبناني رد وقال ان ما فيش اي حركه دخول او خروج لهذا الشاب. فكان في رد رسمي فعلا وترد علينا رسمي بمجرد ما قدمنا الشكوى بعدها بيومين ثلاثه. ففعلا مؤسسه الدوله بتهتم، ولكن يعني المخاطبات الرسميه اللي احنا كنا هم داخلين بشكل غير رسمي في اول الحلقات، هم ما عندهمش حركه دخول، ما دخلوا غير شرعي. احنا اتكلمنا في اوائل حلقات البرنامج ان احنا ممكن نطلب حقنا بس بطريقه مختلفه. تمام، يعني عدم علمنا يؤدي ان انا بقدم طلب مش هيجيب لي الحل. مش هيجيب لي حق. بس انا اثق في ان الناس تعاونوا مع ناس كتير جدا، ضللوا منهم كتير جدا. تمام، وما اشتغلوش اصلا على الموضوع. بس لكن الفكره كلها ان ما فيش حد مقصر في الموضوع ده اللي انا حابب اكد عليه. بالظبط، اللي هنا ولا اللي هنا، كل شكوى بنقدمها بيشتغلوا عليها. انا بشكر بصفه شخصيه بصراحه معالي النائب خالد مصباح، معالي النائب نشأت، معالي النائب حسن حفناوي، نواب كتير جدا، دكتوره ليلى، اعضاء مجلس النواب دايرتهم بصراحه مهتمين جدا وبيتصلوا. والله ما دايرتهم بس، ده تقريبا ثلاث ارباع الدوائر المحيطه بيهم بيتواصلوا معانا، وكل واحد فيهم عايز يعمل طلب لل 14 فعلا. يعني مفيش حد طلب انه يعمل طلب لحد معين. والله فعلا انا بشكرهم جدا لان هم على اتصال دايما بينا وعايزين يعملوا اي حاجه معانا. مره عشان موضوع عطيه لا كتير جدا، والمدير مكتبها كلمني كتير جدا بصراحه وعايزين يتعاونوا باي طريقه. ما فيش حد مقصر خالص، هي الفكره كلها ان لازم اجراءات، لازم اجراءات تمشي سليمه رسمي. احنا قصرنا وفرطنا في الاول وشبابنا طلعوا بطرق مخالفه، لازم يرجعوا قانون، مش ينفع يرجع مخالف. هي كده يعني، هي ملهاش حلول اخرى. اللي خرج مش يعني اللي خرج مش قانوني لازم يرجع قانوني. بالظبط، بس وان شاء الله يا رب باذن الله يجوا بالف سلامه ويرجعوا بالف خير ويطمنكم عليهم. ونعلم ان الموضوع صعب، ولكن الانضباط فيه والتعامل في اطار قانوني دقيق جدا هو يعني نهايه الموضوع. حضرتك كنت كلمتنا عن العم حسيني اللي رجع من العراق تقريبا. معالي وزيره الهجره طبعا جزاها الله خير اهتمت بالموضوع، وهي يعني كانت مهتمه بالموضوع بشكل شخصي لغايه ما جه ووصل الحمد لله. عندنا حد تاني طبعا اسمه احمد عبده، برضه متغيب بقاله تقريبا من 2011. بالزبط. اخر مره تواصل مع اهله اثناء الثوره بتاعه 2011 ومن بعدها اختفى تماما. احنا برضه بنناشد وزاره الخارجيه والسفاره المصريه في بغداد، يعني حاولوا ان هم يبحثوا عنه باي شكل من الاشكال هناك في مؤسسات الدوله، في السجون، في المستشفيات، الصليب الاحمر. بنناشد مؤسسات الدوله هنا في مصر وفي بغداد. اما بالنسبه لموضوع الصين، حضرتك كنت اتكلمت عن حد في الصين تقريبا او مشكله الفيروس. وزاره الخارجيه عندنا بتقول ان السفاره والقنصليه شغالين هناك بيقدموا خدمات. بالظبط، بدليل احنا مقدمين شكوى لمصري برضه اللي قلت لحضرتك عليه مسجون في السجون في سجن في الصين، وحد متهم هناك في قضيه ومسجون، واحنا كنا خاطبنا وزاره الخارجيه وخاطبوا السفاره هناك، والسفاره متواصله معايا في البصره وفي بغداد، وان شاء الله باذن الله يعني في تواصل وفي اتصال وفي دعم، فما فيش اي مشكله. لا عادي، ما فيش اي مشكله خالص، شغالين. بالظبط، الحمد لله. اللي كان طالع تكذيب ليه؟ الحمد لله. هنتكلم في الجزئيه بتاعت اولا عدم دخول المعتمرين خلال الفتره بتاعت التجهيز، لان المملكه العربيه السعوديه خدت تدبير احترازي او احتياطي بانها توقف دخول العمره وتاشيرات الاستقدام الجديده وتاشيرات الزياره والدخول حتى للتاشيرات بتاع السياحيه خلال الفتره دي لحين اشعار اخر.
أو مع الاحداث اللي حاصله في دول العالم كلها في اشاعات كتير جدا في الموضوع ده. بالظبط. اه بالفعل في طائرات رجعت النهارده الصباح ما سافرتش، ما رجعتش من المطار. تقريبا يعني بيقال ده وبيؤكد عليه، ولكن المملكه العربيه السعوديه ما لغتش العمر، ما لغتش تاشيرات، وما لغتش عدم دخول، وما لغتش رحلات بشكل عام. إن, ان ان الوضع خطر جدا خلال الفتره دي. الحمد لله ربنا يعافيهم، ما عندهمش حالات واحنا سمعنا ده الحمد لله رب العالمين. ولكن ما عنديش حالات اجيب حالات. انا النهارده المملكه العربيه السعوديه ما بتستقبلش في العمره من مصر بس او من هنا بس او من هنا بس. بالظبط. ده بيطلع تاشيرات العمره من كل دول العالم حتى الغير اسلام. بالظبط بالظبط. تاشيرات العمره والسياحه. كل اللي حاصل ان البيان في التفصيل بتاعه قال لحين تجهيز حجر صحي بحيث انه يتعاطى مع الاعداد اللي داخل. بالظبط. ولحد ما يحصل ده ما اعتقد ما حدش يقدر يتكلم في ده. بالظبط. واحنا التعميم كان نازل على الشاشه كان بيتكلم في انه وقف، ولكن في التفصيل بتاعه لما النهارده هنتابع الغرفه في مصر بتاع شركات السياحه لما تعاونت وتواصلت وحددوا اجتماع بسرعه جدا عشان يعرفوا تفاصيل التعميم اللي كانت الساعه 7 صباحا تقريبا من المطار. بالظبط. بس فتقال ان ده هيتاخد كاجراء احتياطي لحين تجهيز حجر صحي للكشف على الحالات اللي جايه. بالظبط. اما بالنسبه للناس اللي زياره او يعني الراجل اللي مقيم او الست اللي مقيمه او الاسره اللي مقيمه ورجعه ده سهل. بالزبط. بالنسبه له التعامل بالنسبه له مفيش مشكله، الخروج والعوده الاعداد الكبيره بتاعه العمر. بالظبط. وطبعا ربنا يحفظ باذن الله يا رب. بالنسبه للموضوع بتاع الترحيل ده كنا اتكلمنا فيه وقلنا ان لفظا اتقال اعفاء من اثار بصمه مرحل. ده اتقال لفظا فعلا. بس يعني فيما معنى الكلام ان اللي هيرجع يقدر يرجع تاني بشكل مختلف. بالظبط. ولكن في الفتره دي احنا نعلم ان في بعض الناس اللي عليها رسوم عاليه جدا بقى لها كذا سنه ما جددتش الاقامه او غرامات عشان المخالفه لنظام الاقامه هو معفي من كل الامور. بالنسبه له فرصه يعني. بالزبط. لو حابب يرجع بالنسبه له فرصه عشان ما يدخلش في اي قصص ثانيه يعني. طيب ولما يحب يرجع بشكل نظام. تمام. اتفضل استاذ هشام الامارات. اهلا وسهلا. الو استاذ هشام. شكرا استاذ هشام. استاذ هشام تقريبا بخصوص الشباب بتوع سوريا. طبعا. وتركيا اخوه اللي هو تقريبا في اللي تركيا اللي هو موجود عايش في تمام ده نفس تركيا سوريا. في سوريا اخوه سوري. اخوه كان داخل. بالزبط. من تركيا. جمال. بس احنا عايزين نتكلم بقى اللي حاصل في ايطاليا الفيروس. ما احنا بقى مش عايزين نخوف من موضوع الفيروس ده. لا احنا بقى لا طيب احنا محتاجين نناشد المصريين هناك ان هم ياخدوا احنا بنناشد المصريين في كل دول العالم بان هم ياخدوا الحيطه والحذر من هذا الفيروس. بالظبط. بس انا معايا استاذ نوال. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ والله تمام يا فندم الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك يا استاذ اسماء؟ اهلا بحضرتك. اهلا يا مدام. انا حابه اشكر حضرتك جدا جدا جدا. مش عارفه فرحه الدنيا كلها متجمعه في بيتنا النهارده بصراحه وفاضي يرجع لحضرتك. على ايه بس يا فندم تحت امرك؟ اكيد. الف حمد وشكر يا رب. الف حمد وشكر حضرتك. ما تعرفش الفرحه اللي احنا فيها النهارده بسبب ان اخويا كمان ظهرت اسمه على التلفزيون النهارده. تكون النهارده ما توصلش. يا فندم احنا تحت امرك ويا رب باذن الله. ده عارفه خطوه من الف خطوه. الحمد ورب لله. ورب رجعه بالف سلامه يا رب العالمين باذن الله. كبيره يا رب والفضل يرجع لربنا ثم حضراتكم. حضرتك اختي مين؟ واحنا طبعا يعني تحت امركم ويا رب باذن الله يرجعهم بالف سلامه باذن الله. تسلم. مش عارفه اقول لحضرتك ايه والله. كده الدنيا كله مش عارفه. اختي الحسيني بصراحة. اختي الحسيني ولا مين فيهم ولا منير ولا مين؟ الو. شكرا استاذ نوال. واحنا طبعا تحت امر حضرتك. الشباب ان شاء الله بتوع سوريا هيرجعوا باذن الله. هيرجعوا بدعواتكم وهيرجعوا بالاجراءات القانونيه وهيرجعوا بتدخل مؤسسات الدوله. احنا بنحمد ربنا الحمد لله ان هم بخير وان هم الحمد لله موجودين. الحمد لله رب. وربنا يا رب والف مبروك. طيب. وربنا يا رب يطمنا بقى ويرجعوا بالسلامه. خلينا نخليه هو الختام. ختام بسرعة كده. احنا طبعا لو نتذكر وزي المشاهدين يتذكروا كنا نوهنا ان كان في حلقة من تقريبا حوالي شهرين ولا حاجة كان حد جالي المكتب وكان حصل له حادث وهو نازل. كانت والدة المحاسب احمد وزوجته. ربنا يطمنهم. الحمد لله رب امين دلوقتي بصحة الحمد لله. الحمد لله رب امين وكويسين.
ولكن مهندس احمد لحد دلوقتي ما نعرفش هو فين الى الان فعلا، برغم ان في حمله كبيره عاملينها الشباب كلهم على السوشيال ميديا وفيسبوك. عاملينها من فراغ ولا عاملينها عشان احنا ما نعرفش هو فين؟ ده عشان نعرف فعلا، بس ده عشان ما نعرفش هو فين. عايزين رد بس من ابسط الحقوق، ان انا يتقال لي والله احمد في الحته الفلانيه ومندوب سفارتنا يشوفه بس. انا بدون صوتي صوت حضرتك، ما فيش حد اكبر من القانون، ما فيش حد مش هيسال، ولكن اعرف فين يعني. زوجه وام وابناء اربعه واخوات واخواته الرجاله ما اعرفوش هو فين. طب عايش؟ طب حصل له حاجه؟ طب محبوس؟ طب في جريمه؟ طب ما فيش جريمه؟ طب ايه؟ قول لي حضرتك فين ومندوب سفارته مش حد تاني يشوفه يعني. بس والله مش هقول حضرتك مكالمه ولا يعني يطمن ولا 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 ولا، مندوب من السفاره يطلع يشوفه، لان دي على فكره مش الحاله الاولى، ده في عدد كبير من الحالات دي. احنا بنناشد مؤسسات الدوله وبنناشد وزاره الخارجيه انها فعلا تستمر في المخاطبه ومحاوله معرفه هو يعني. انا بشرب ميه. صوتي تقريبا. بالنسبه لموضوع استاذ احمد، احنا نثق في ان في تحرك كده، بس بصراحه يعني احنا اللي بنسمع المكالمات بتاعه الاهالي، احنا اللي بنسمع بكاء الاطفال، احنا اللي بنشوف الاطفال بتبكي ازاي، وللاسف الشديد متخيل ان احنا نقدر هات بابا هجيب بابا، والله ما اقدر. بس واعذرونا لو احنا بنطالب حد بحاجه فوق طاقته، بس هو ده الامانه يعني، ان احنا نسمع ده فننقله، لان هي دي شغلتنا. شغلتنا الاساسيه ان احنا ننقل الصوره كامله. شغلتنا الاساسيه ان احنا نعمل دعم لمؤسسات الدوله بان احنا نوريها المشاكل اللي عندنا ايه. وان شاء الله باذن الله نلتقي في حلقه قادمه على خير، وباخبار يا رب تكون خير، وربنا يحفظكم ويرعاكم. وختام تاني، انا بناش مؤسسه الدوله بالبحث عن الاستاذ احمد المهندس احمد، والتواصل مع مؤسسات الدوله سواء الامن الوطني او وزاره الخارجيه السعوديه، بس نحاول نعرف هو متهم بايه، مسجون فين، ايه القضيه اللي هو يعني اخد مثلا، لو في اخد حكم او مسجون على ذمه التحقيق ايه يعني، عايزين نعرف بس تفاصيل ونطمئن. شكرا. العفو يا فندم، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مساء الفل.